أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية الحصول على بطاقة فيزا مجانية بشكل مباشر ورسمية 100%. طبعا نذهب إلى سوق بلاي أو أبل ستور، وطبعا نكتب FIP بشكل مباشر. راح يظهر أن هذا البرنامج أو هذا التطبيق اللي هو المصرف العراقي الأول. طبعا نضغط على تثبيت حتى يتم تثبيت التطبيق على الموبايل. طيب بعد ما تم إكمال التثبيت راح نفتح التطبيق. طبعا نضغط على التسجيل، راح يطلب من عندنا رقم تليفون، راح نكتب رقم التليفون. بعد ادخال رقم الهاتف راح نضغط على التالي. طبعا يطلب من عندنا اختبار بسيط، فقط هذه النجمة راح نخليها بهذا المكان. طبعا راح يصلنا كود برسالة SMS او عن طريق الواتساب المرتبط برقم الهاتف. ندخل الكود في هذه المنطقة. طبعا بإمكانكم قراءة هذه التفاصيل أو الموافقة بشكل مباشر. طبعا راح يطلب من عندنا اختيار إحدى الوسائل لفتح حساب مصرفي، يا أما عن طريق جواز سفر يا أما عن طريق بطاقة الهوية. راح اختار بطاقة الهوية. طبعا راح نضغط على ابدأ بالمسح بشكل مباشر استخدام التطبيق نوافق عليه. وطبعا راح نبدي نصور الوجه الأول من الهوية. جيد، الآن راح يطلب من عندنا مسح الوجه الخلفي أو الجانب الخلفي من الهوية. جيد، الآن فقط نتحقق من المعلومات، نضغط على تحقق من المعلومات. طيب راح نكتب هاي المعلومات اللي مطلوب من عندنا، الاسم الكامل، طبعا الاسم الكامل بالإنجليزي، اسم العائلة بالإنجليزي، وطبعا اسم الكامل للأم بالإنجليزي. طبعا هذه الأسماء كلها تأخذ من الجواز إذا كان عندنا جواز، وإذا ما عندنا جواز نكتبها بإيدنا بشكل مباشر. طيب راح نضغط على استمرار. راح يطلب من عندنا صورة للوجه، خذ صورة شخصية للوجه. جيد، الآن نضغط على استمرار. راح يطلب من عندنا كتابة كلمة مرور خاصة بالحساب، طبعا ضروري أنه تكون كلمة مرور قوية، وطبعا ضروري أنه نعمل سكرين شوت لكلمة المرور حتى نستفاد من عندها، حتى نستخدمها في حال لو احتاجينا نسوي تسجيل دخول مرة أخرى. راح أضغط على التالي. راح يطلب من عندنا رمز خاص بالPIN، طبعا رمز سري يتكون من 4 أرقام بإمكاننا نختاره. طبعا في حال لو كان عندنا بصمة بإمكاننا أن نستخدم بصمة الإبهام. جيد، الآن مثل ما لاحظ طبعا تم إكمال الحساب المصرفي بنجاح. ممكن يتأخر الحساب المصرفي ربع ساعة، نص ساعة، ممكن ساعتين، يتم تفعيله بشكل مباشر. بعد ما تم فتح الحساب المصرفي راح أذهب إلى بالأسفل إلى أكثر أو مور حسب اللغة، وراح أختار خدمة البطاقة، وراح أطلب بطاقة جديدة من خلال أطلب بطاقة جديدة. راح أختار بطاقة افتراضية، ومن ثم أطلب البطاقة الافتراضية، وافق على الشروط، ومن ثم التالي. طبعا راح يتم طلب من عندنا بيانات بإمكاننا نعبيها بشكل سهل. ننوه أنه هذه البيانات لابد أن تكون بالإنجليزي، ويفضل كتابتها من الجواز بشكل مباشر. وطبعا نضغط على التالي، وطبعا نختار أكد الطلب. مثل ما نلاحظ أن رسوم الخدمة هي 0 دينار عراقي، أي مجاني 100%. راح نضغط على تم. جيد، الآن نضغط على الخيار اللي هو أكثر أو مور، ونذهب مرة أخرى إلى خدمة البطاقة. مثل ما نلاحظ أنه تم إنشاء بطاقة فيزا افتراضية مطبوع عليها اسمنا، وطبعا هذه البطاقة تنتهي صلاحيتها ب 2028. إحنا حاليا بوقت تسجيل هذا الفيديو هو 2023، أي تقريبا 5 سنوات مدة صلاحية هذه البطاقة. طبعا نضغط على البطاقة بشكل مباشر، ومن ثم نختار تفاصيل البطاقة. طبعا عندنا بالأسفل خيار هو إظهار تفاصيل البطاقة. راح يطلب من عندنا كلمة المرور أو بصمة. مثل ما نلاحظ أنه بهذه المنطقة أصبحت عندنا معلومات البطاقة اللي هي الرقم الخاص بالبطاقة وتاريخ الانتهاء وCVV. وألف مبروك، صارت عندنا بطاقة فيزا افتراضية رسمية وجاهزة 100%.